يونس أحد أعضاء لجنة ترجمة القرآن. شيخ يونس، متى بدأتم الترجمة؟ بدأنا عملية الترجمة مع بداية عام 2014، وكانت عبارة عن تصويب الأخطاء التي وجدت في الطبعة الأولى. طبعا كانت هي التجربة الأولى، فبعد مراجعتنا وجدنا بعض الأخطاء تحتاج للتصويب، حتى أخطاء شرعية في تفسير المعنى، وهناك بعض المفردات بقيت كما هي في الطبعة الأولى. فالمؤسسة الإفريقية للتنمية والتعليم فكرت في إصدار الطبعة الثانية، لكن بعد تصويب هذه الأخطاء. فمن 2014 حتى لحد الآن نحن انتهينا من مراجعة هذه الترجمة. 5 سنوات في الترجمة. 5 سنوات ما شاء الله. أنتم الآن في المراجعة، متى إن شاء الله الطباعة؟ نتوقع من الانتهاء من هذا العمل مع نهاية هذا الشهر الجاري، شهر يناير بإذن الله ننتهي منه ويرسل للطباعة. الطباعة. العشر أشخاص وش مؤهلاتهم اللجنة؟ منهم حاملو الماجستير. أنت شيخ ماجستير؟ نعم، والبكالوريوس في عدة تخصصات، منها اللغات ومنها الآداب ومنها الشريعة واللغة العربية كذلك. شيخ يونس، 5 سنوات في الترجمة؟ لا، نحن اشتغلنا 4 سنوات مستمرة، وبعض فترات بعد ممكن نقول 4.5. 4.5. اجتماعكم يومي؟ نعم يومي. في اليوم كم ساعة؟ 4 ساعات في اليوم. والله عمل جبار، عمل جبار، سأل الله يكتب أجركم. شيخ يونس، وش تحديات هذا العمل واجهتكم؟ أول التحدي كانت في كون اللغة العربية، لغة الضاد، هي لغة غنية بمفردات بمعاني والكلمات، فكانت تواجهنا صعوبة الحصول على المصطلح الرواندي المناسب للمصطلح العربي، فواجهنا هذا الجانب. لا يكتفي القرآن أن يوصلك للجنة، بل لا يزال معك فيها تقرأه حتى تصل لأعلى الدرجات. اقرأ وارتقي ورتل. قيل لأحد السلف: فلان يحفظ القرآن، قال: بل القرآن يحفظه، خير ما يفنى فيه العمر آيات ترتل.